والبداية من الإسكندرية حيث الحلم، فتتجه أعيننا إلى استاد برج العرب ترقبا للمباراة التي ستنطلق في تمام السابعة بين منتخبنا الوطني ونظيره الكونغولي. مباراة بعنوان الحسم شعارها بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018، فما من فرصة أعظم من تلك التي أهداها لنا القدر بتعادل أمس بين أوغندا وغانا. دقائق فقط تفصلنا عن 90 دقيقة، دقائق لم يعد هناك مجال فيها للحديث عن حلم تأخر أو أرقام لم تتحقق. حتى التفكير في التشكيل ومن سيلعب في التشكيل الأساسي انتهى. الدعوات والهتافات والأعلام تنطلق في أرجاء الكنانة كالسهام تعانق الاستاد لترفع من أجواء حماس اللاعبين. استاد برج العرب امتلأ والشاشات تعمل في كل مكان، الجميع يترقب، الجميع يدعو، الجميع ينتظر فرحة طال غيابها. فالأقدار أهدت لنا تعادل غانا وأوغندا، وتبقى لنا مواجهة الكونغو اليوم، فرصة ذهبية جديدة للفراعنة ليحجزوا بطاقة الحلم، بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018. انتهى وقت الكلام وبات التركيز في مستطيل أخضر لن ترى فيه أعيننا سوى ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود.